مشاهدينا، ضمن سياسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، قام عدد من طلاب مدرسة بن خلدون الوطنية بإصلاح وتعديل بعض البيوت الأسر المتعففة. الحديث عن هالموضوع معانا في الاستوديو اليوم راشد الجلاهمة ودلال عبيد. صباح الخير. صباح النور. حياكم الله شمس البحرين. شلونك؟ شو اخبارك؟ حياك، شلونك؟ طيب ان شاء الله. ابتدي معك راشد بالاسم ناصر البناء، شلون اخترتوه وشنو السبب؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نشكركم على الاستضافه على هذه المبادره. اول شيء احنا بدينا بفكره ان احنا كنادي من نادي المدرسه ان احنا نحاول ننشر الخير في البحرين. حلو. بدينا بتوزيع المياه في المساجد، بدينا بافطار صائم، نزور الايتام، لما وصلتنا فكره اللي هي ان احنا نرمم بيوت متعففه في البحرين. لما وحاولنا ان احنا نوزع الفكره، ننشر الفكره على اهالي الطلبه في المدرسه، على محيط المدرسه، الى ما وصلت الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه. وهي طبعا ما هو بغريب على سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه، فقام برعايتنا وقام دعمنا. فاحنا حابين نمثل سموه في هذه المبادره، وحابين احنا نحقق رؤيته وحلمه ان ننشر الخير في البحرين. فقمنا وحابين نمثل سمو الشيخ ناصر بهذا الاسم، فصار التسميه على اسم سمو الشيخ ناصر بن حمد ناصر بن. مرة يمكن دلال تقومون بهذه الامور تحت اشراف المؤسسه الخيريه الملكيه، خبرينا عن اليه التعاون وياهم بالنسبه لكم انتم كطلاب ايضا. احنا كطلاب نؤمن ان كل شخص فينا اذا نحط في المكان الصح بينجز بطريقه احسن. صح. فقلنا نفكر انه اوكي بنقسم روحنا لثلاث لجنات، public relations، finance وtechnical، كل واحد على حسب خبراته، كل واحد على حسب هو شنو يحب وهو شنو يسوي اكثر. فقسمنا روحنا، وعقبها المشرفين من المؤسسة الخيرية ما قصروا، قاموا ان كل واحد فيهم حسب تخصصه كان مسؤول عن لجنة معينة. فذي شلون احنا قدرنا ان شوي شوي، اول شيء كانوا هم يعلمونا واحنا نطالعهم نتعلم. عقبها شوي شوي يوم بيوم قمنا احنا نسوي وهم يشرفون علينا. كانوا معاكم اول باول؟ اي والله ما قصر. انا اول باول ما قصر الامين العام دكتور مصطفى، نوجه له التحيه والشكر. وجه لنا فنيين تقنيين كلهم، واحنا كنا نقوم بكل خطوه كنا نقومها نرجع اول شيء للفنيين نرجع التقنيين قبل ما نقوم احنا باي خطوه. طبعا نشوف صور مع بعض، هذه ثاني بيت صح؟ اي نعم ثاني بيت. هاي ثاني بيت، شنو اللي استفدتوه من اول تجربه من اول بيت؟ والله استفدنا وايد اشياء، استفدنا في استفادات احنا كنا متوقعين منها، وفي استفادات بعديات ويا الوقت ويا الخبره. ما في عندك يعني احنا استفدنا احنا شلون حصل، احنا ما كنت يعني رحت اماكن ما كنت اعرف شلون ادشها، مثل المطابخ، حق المطابخ، حق البلاط، حق الصبغ، في نوعيات الصبغ. وفي مثلا اللي استفدنا اشياء مثلا شلون احنا نتعايش ويا ناس احنا ما نعرفهم، يعني داشين عليهم غريبين عليهم اسبوعين، يمكن اقعد وياهم من الصبح لفي الليل، يمكن كنت اقعد انا في بيتهم اكثر ما كنت اقعد في بيتنا في بعض الاحيان. فكنا تعلمنا شلون نتعايش وياهم، شلون احنا كنا نحس روحنا ان احنا في امن وياهم. ماريا يمكن دلال يعني باخذ سؤالي من اجابه راشد، يمكن الاثر النفسي اللي حسيتوه خلال يمكن فتره اللي انتم اول ما شفتوا البيت وشفتوا حال الاسره واثناء ترميم البيت وبعد الترميم، شنو الأثر النفسي اللي مريتوا فيه؟ كلنا نسمع بعمل الخير وشون الخير يأثر بالإنسان وشون الخير خلي الإنسان يتطور، لكنه مو بنفس ما هو لما أنت شخصياً تجرب شيء. كنا نسمع أنه أوكي العطاء بدون مقابل وكذي، بس لكن إحنا ما حسينا إيش كثر يقدر يغير فينا. فإحنا يوم دخلنا هاي المبادرة إحنا توي جديدة علينا، فشوي شوي بدينا نحس بطعم العطاء بدون مقابل، بدينا نحس شلون إحنا نبي نعطي، إحنا نبي نساعد. فهي غيرنا، غير شخصيتنا، غير ان احنا شلون نشوف الاشياء، خلانا نقدر الاشياء. حلو. شنو الامور اللي تقومون فيها راشد اثناء عملية الترميم؟ في مثلا اشياء معينة فقط اللي ترممونها؟ والله هو كان الهدف الاولي انه هو العازل ضد الامطار حق البيوت. ولكن في وايد بعد اشياء، يعني كل بيت على حسب احتياج البيت، في بيوت كانت محتاجة مثلا البلاط، او في بيوت كانت تحتاج صبغ، في بيوت كانت تحتاج اثاث. لكن كنا نحاول نركز اول شيء على سلامة البيت اللي هي يعني ميجر اشياء، مثلا الكراكس على الطواف او على تهدد شيء يهدد سلامة البيت. من بعدها احنا نشوف اللي نقدر نسويه واللي احنا نحس انه هو بيأثر على البيت، نخليهم يعني يعيشون في معيشة عادية. ردت فعل اهالي البيوت شلون كانت؟
احنا طبعا ناس غرباء على هاي البيت، ما يعرفوننا ولا نعرفهم. في البدايه كان في حاجز، يعني مثلا البيت الاول اللي هال كانوا نفس عمرنا، فكان في حاجز لاحراج بيننا وبينهم. كانوا منحرجين منحرجين احنا شلون يعني، اوكي انتوا صدق بتساعدونا، انتوا صدق بتسوون لنا ذي كلها. شوي شوي مع الوقت كان يعني ما شفنا منهم الا كل خير، يعني بالنهايه شفنا منهم حسن الاستضافه، ما قصروا معنا. بعد ما قصرتوا وياهم، قاعد نشوف طبعا صور على الشاشه بيفور اند افتر. راشد، شنو اصعب شيء مريتوا فيه خلال هذه المرحله؟ والله احنا واجهنا وايد اشياء. في مثلا عندك الوقت اللي احنا كنا نواجهه وايد، ان احنا كنا نحاول اصلا نخلص الاشياء باقل وقت، اقل مده، عشان احنا ما نضايق اهل البيت. يعني في كسبيل المثال احنا كنا ناخذ نسك المطبخ في البيت يمكن 4 أيام 3 أيام عشان نبدل المطبخ كامل، وكنت عارف يعني المطبخ هو حياه البيت. صح. فاحنا كنا نحاول نخلص ونحاول ما نضايق اهل البيت في نفس الوقت، لكن نخلص الشغل في اعلى تقنيه. كانت في تفضلي. ومن الصعوبات اللي احنا واجهناها، كنا احنا الشباب عندنا التزامات مع المدرسه، عندنا التزامات دراسيه، فكنا لازم نحاول نوازن بين ان الشغل التطوعي اللي قاعد نسويه وشغل مدرستنا. يعني انتم بياتكم كنتوا تشتغلون ولا كنتوا فقط تشرفون على العمل؟ لا، احنا كنا نشتغل بيننا، كنا نطق معاهم، نسبق معاهم، نروح ولي. مين دعمكم غير المؤسسه الخيريه الملكيه؟ مين كان وياكم؟ وايد وايد ناس. من اول شيء ابتدي بعد مدرستنا، اداره مدرستنا على راسهم دكتور كمال عبد النور اللي ما قصر ويانا، يعني كان سند، كان دعم لنا طول هالوقت. ثاني شيء عندك المشرفين على هالمبادره اللي هم استاذ شادي حسون واستاذ فرح عيسى، اللي صدق ما قصروا ويانا على التزاماتهم على مسؤولياتهم البيتيه، كانوا للحين ويانا دوم على 24 ساعه ويانا، كل ما احتاجنا شيء هم ويانا. عندك البنوك، الشركات، الكل ساهم، جميع البحرين ساهموا ويانا، كل من ما قصروا. يعني من عقب ثاني بيت، وقبل ان اختم اللقاء بخليك دلال تقولين كلمه وراشد تقول كلمه من هالتجربتين البيتين اللي شغلتوا فيهم. يعني احنا في هاي العمل شفنا وايد اشياء، وتشجعون الناس بعد ترى بيكم. اي يعني احنا من هدفنا مو بس ان نخلي الخير يقتصر علينا، لا، كل من ان شاء الله نسويه. فاحنا هالعمل استفادنا ان احنا شخصيا توقعناها، واشياء ما توقعناها، اشياء توقعناها انه بنتعلم الخبره، بنتعلم شلون نسوي الاشياء، لكن الاشياء اللي احنا مو كنا حاطينها في الحسبان، يعني شلون في اشياء تغيرت فينا في انفسنا، شلون تطورنا وتعلمنا، صار الشيء انه متعه لما احنا نساعد. أكيد. الناس صار وايد حلو الشيء. راشد، شيء شعور كان وايد جميل، شعور يعني ان انت تساعد بس حق انك انت تساعد، مو عشان تنطر شيء من احد ولا تنطر اي شيء من احد ثاني. كان الشعور يعني لا يوصف صراحه. يتواصلون ان شاء الله؟ ان شاء الله نوصل. وصراحه حاب اني اوجه شكر خاص لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه اللي ما قصر علينا، اللي ما وقف ويدعمنا، ووعد سموه ان شاء الله سنستمر على هالعمل ان شاء الله نكون على حسن ظنه ونبيض وجهه باذن الله. ان شاء الله. راشد الجلاهمه ودلال العبيد مشكورين، يعطيكم الف عافيه، ولكم ان شاء الله التوفيق في هالمسيره. ان شاء الله. مشكورين. مشكور.